بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد رئيس الحكومة المحترم صديقاتي وأصدقائي السادة أعضاء الحكومة المحترمين السيدات والسادة أصدقائي وصديقاتي ممثلي المنظمات الدولية الذين أكادوا أن أزعجهم تقريبا في كل أسبوع أصدقائي صديقاتي من ممثلي القطاعات الحكومية الوطنية والدولية أولهم كذلك زملائي في كتابة الدولة للتنمية المستدامة من أطر وكفاءات من مدراء بدءا بالسيد الكاتب العام لأننا نحن السياسيين قليلا ما نشكر كفاءاتنا جنود الخفاء وراء كل تحقيق وتميز قد يحظى به أي سياسي ما ضيوفنا الشباب الذين شرفونا اليوم في هذا الحفل البهيج الشباب الفلسطيني الذين ترعاهم والحمد لله والذين هم اليوم في ضيافة للمملكة المغربية مرحبا بكنا وبكم أنتم فسائل الغد السيدات والسادة الحضور الكريم أولا لابد أن بعد الترحيب أن أشكر السيد رئيس الحكومة لتفضله واستجابته الإيجابية والسريعة لترأس هذا الحفل الكريم و أيضاً لابد من شكر السادة والسيدات أعضاء الحكومة المحترمين للتجاوب والتفاعل الكبير مع هذه الدعوة في سياق خاص لابد أن أتقاسم معكم لأن هو حفل وبالتالي لا يجب أن نطيل في خطاب أن يكون طويلاً أريد أن أتقاسم معكم حقيقتين الحقيقة الأولى هو أن هذا الحفل الذي من خلاله سنتوج الذين فازوا مهنئة لهم شاكرة لهم مشاركة بقوة في جائزة الحسن الثاني للبيئة هذا الحفل ينظم في سياق جد دقيق الحقيقة الأولى هو أن الكوكب اليوم استنفد موارده الطبيعية نحن اليوم كمثل أولئك في رواد الفضاء في ذلك الكبسولة لا يمكنهم إلا أن يتعاملوا مع هذه الحقيقة التي لها ضلعين ضلع إشكالات الحقيقية للتغير المناخي والإشكال الحقيقي الآخر هو أننا على وشك استنفاد
شكرا لكم ومرحبا بكم وهنيئا للمتوجين.